وانظر إلى هذا التدليس الذي يصل إلى الكذب المتعمد عشان تعرف ماذا يفعل التعصب في أهله. التعصب الأعمى ماذا يفعل في أصحابه؟ يخليه يقلب الحقائق ويزور الأحداث حتى ينتصر إلى ما يتعصب له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي في الله، هذه سلسلة ردنا على طعونات السلفية المشمسة على الإمام عز الدين ابن عبد السلام رحمة الله عليه وبركاته. الحقيقة يا إخواننا، من أكبر المصائب التي مرت بها أمة الإسلام هي ظهور هذه الجماعات والفرق، الجماعات المتعصبة المتشددة هذه التي لا تقبل إلا أن توافقها على ما يقولون، وإلا تصبح مطعون في دينك. خلي بالك إن الجماعات دي هم أشد ما يكونون اختلافا وتطاحنا فيما بينهم، يعني اوعى تفتكر إن الناس دول فيما بينهم في وفاق أو في تراضي فيما بينهم، أبدا، ده هم في قلب بعض أشد ما يكونون اختلافا. خلي بالك إن سلف هذه الجماعات المتطرفة وهم الخوارج الأول كانوا رافعين شعار براق جدا. انت عارف كان شعار الخوارج ايه؟ ان الحكم الا لله. شوف شعار جميل قد ايه وشعار براق قد ايه. الخوارج دول كانوا بيكفروا الصحابة، بيكفروا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه، بيكفروا عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمرو، بيكفروا السيدة عائشة، وبيكفروا عمرو بن العاص، وبيكفروا معاوية الى اخره. مئات الصحابة كفرهم هؤلاء الخوارج، واستحلوا دماءهم واستحلوا أموالهم واستحلوا أعراضهم. ليه؟ إيه المبرر؟ تحت مبرر إن الصحابة دول حكموا الرجال في دين الله. شوف قد إيه الكلام، كلام براق جدا. هم رافعين شعار إن الحكم إلا لله، الصحابة دول ضيعوا الدين وميعوا الدين وجاملوا الكفار على حساب الإسلام اللي هو دلوقتي بقى المشمسين بيقول لك المدجنة. خلي بالك، يعني الصحابة عند الخوارج كانوا مدجنة، زي ما الجماعات المتطرفة دي بترمي من خلفهم. كل جماعة من هذه الجماعات سواء المشمسة أو المداخلة أو الدواعش إلى آخره من هذه الجماعات المتطرفة الذين عندهم الغلو في تبديع المخالفين لهم والغلو في تكفير المخالفين لهم، هذه الجماعات كل جماعة منهم بيرموا كل من خالفهم بتهمة، إما أنك تبقى مدجن أو تبقى خارجي أو تبقى مرجئ أو تبقى أي مصيبة، المهم طالما أنك خالفتهم يبقى أنت مطعون في دينك. المشكلة أن حتى هذه الجماعات خلافاتهم لا تقف عند خلافهم مع الأشاعرة أو مع الصوفية أو مع غيرهم من الجماعات، لا، ده هم في قلب بعض أشد ما يكونون تطاحنا فيما بينهم، يبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، وكثير منهم يكفرون بعض ويستحلون دماء بعض. الآن بتتشكل أمام أعيننا هذه الجماعة المتطرفة المتعصبة الذين عندهم غلو في التكفير وغلو في التبديع، اللي احنا اصطلحنا على تسميتهم بالسلفية المشمسة. المهم النهاردة بنتكلم عن شبهة من الشبهات التي ألقاها هؤلاء المتعصبون على أحد أئمة الإسلام الكبار، واحد من أفراد هذه الأمة، وهو الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه، الذي قال عنه الإمام النووي رحمة الله عليه: الإمام المجمع على إمامته وفضله. يعني في إجماع بين الأمة على الاعتراف للإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه بالإمامة والفضل. وذكرت لحضراتكم في الحلقة الثانية ثناء ابن تيمية على الإمام العز بن عبد السلام وثناء العلماء، وهي كلنا حلقة في الآخر سأجمع فيها ثناء العلماء على الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه، وأيضا سيكون لنا سلسلة أخرى غير السلسلة دي مطولة نتكلم فيها عن سيرة وحياة الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه وبركاته حتى نوفي هذا الرجل الصالح حقه. طيب خلونا بقى ندخل في الموضوع بلا مقدمات طويلة. النهاردة هنتكلم عن مناقشة افتراء من الافتراءات التي ألقاها هؤلاء التكفيريون على الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه وبركاته، وهو أن الإمام العز بن عبد السلام كان يشي بالمخالفين له إلى السلطان. يعني الإمام العز بن عبد السلام كان يشي بالحنابلة
اللي هم بقى أهل السنة، والعز بن عبد السلام كان أشعري، فكان عنده تعصب كبير جدا جدا، وكان حاقد وكاره للحنابلة. علشان كده وشى بالحنابلة عند السلطان، كتب إلى السلطان قال له الحنابلة دول لازم تأدبهم ولازم تعتقلهم ولازم تسجنهم وتكهربهم وتعلقهم إلى آخره. تمام؟ هي دي الصورة اللي عايزين يوصلها لنا، إن الإمام العز بن عبد السلام كان بهذه العقلية وكان يفكر بهذا المنطق. تعالوا نشوف ماذا قال هؤلاء المبتدعة، ثم نرجع لنضع الصورة الكاملة للأحداث أمام أعينكم. أنه كان يحرض سلطان زمانه لينكل بأهل السنة. طبعا السلطان في زمانه كان على يعني كان سني، اسمه موسى بن أيوب، كان سني، وحصلت مراسلة بينه بين السلطان وبين العز بن عبد السلام، فالعز بن عبد السلام أرسل له يعلمه عقيدة الأشاعرة ويقول: الذي نعتقد في السلطان أنه إذا ظهر له الحق يرجع إليه، وأنه يعاقب من موه الباطل عليه، يعني أهل السنة الذين علموه السنة يعاقبه، وهو أولى الناس بموافقة والده. أبوه والد موسى بن أيوب كان سلطانا وكان يعتقد عقيدة الأشاعرة، فكان يؤذي أهل السنة. فهذا الآن العز بن عبد السلام يقول له السلطان الابن: وهو أولى الناس بموافقة والده السلطان الملك العادل، تغمده الله برحمته ورضوانه، فإنه عزر جماعة من أعيان الحنابلة. الحنابلة عندما يقولونها كما تسمعون اليوم سلفية وهابية، هم كانوا يقولون الحنابلة. فإنه عزر جماعة من أعيان الحنابلة المبتدعة تعزيرا بليغا رادعا، وبدع بهم وأهانهم، فهو يريد من هذا الملك أن يهينهم أيضا. طيب الصورة الآن المنطبعة أمام ذهنك عن الأحداث إيه؟ إن الناس الحنابلة دول كانوا ناس طيبين وقاعدين في حالهم وكافيين خيرهم شرهم، وقاعدين بيتعلموا العلم ويعلموا الناس ويدعوا الناس إلى الله عز وجل. فقام العز بن عبد السلام، كان راجل مفتري وكان راجل متعصب وكان راجل بيكفر المخالفين له، فقام كتب للسلطان قال له: انت ازاي سايب الناس دول؟ انت لازم تعتقلهم ولازم تبهدلهم ولازم تعمل فيهم وتسوي، لان دول مبتدعة وكذا وكذا. هل ده اللي حصل؟ هي دي الحقيقة فعلا؟ هو ده الذي جرى؟ أم ماذا جرى؟ ايه هي الاحداث التي جرت؟ احنا عندنا في مصر مثل بيقولوا الكذب ملوش رجلين. الكذب ملوش رجلين يعني ايه؟ يعني لما تكذب هيجي يوم ويظهر كذبك ويبقى شكلك وحش قوي، لأن الكذب ملوش رجلين، هيظهر إنك كذاب قدام الناس. تعالوا نقرأ القصة كاملة كما سطرها النويري في نهاية الأرب، وكما سطرها تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية، وكما سطرها الداودي في طبقات المفسرين. احنا هنقرأ بقى الأحداث كاملة، وأرجو أن انتوا يكون عندكم صبر شوية إن احنا نقرأ القصة كاملة علشان نشوف بقى الأحداث مشيت ازاي وإيه اللي حصل ومن الذي سعى في أذى من ومن الذي وشى بمن. تعالوا نقرأ الأحداث كما سطرها النويري، والرواية الأحداث هي واحدة في المصادر كلها، ولكن اخترت النويري لسببين: لأنه أقرب إلى الأحداث. النويري مولود 677، والإمام العز بن عبد السلام توفي 660، يعني العهد كان قريبا. ثم رواية النويري مختصرة، رواية السبكي مطولة لأنه استفاض في ذكر مسائل الخلاف، يعني المسائل اللي حصل فيها جدل استفاض في ذكرها والرد على الحنابلة فيها، فيبقى كلام مطول جدا. وكذلك الداودي كان متأخر عنهما. وسأضع لك روابط المصادر، تقرأ من أي كتاب أنت عايزه، ستجد أن المحتوى واحد والأحداث سياقها واحد. قال النويري في نهاية الأرب: واتفق له قائع مع الملوك راموا فيها قتله، فحماه الله تعالى منهم، وهي وقائع تدل على صلابة دينه وحسن يقينه وتمسكه من السبب الأقوم بمتينه، منها واقعته مع الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن الملك العادل صاحب دمشق في مسألة الكلام. وكان الملك الأشرف قد صحب جماعة من مبتدعة الحنابلة من صغره، ممن يقول بالحرف والصوت. إذن فالمشكلة دائرة، أو الخلاف دائر حوالين مسألة الحرف والصوت. قال: فاستمالوه إلى مذهبهم وقرروه عنده حتى امتزج بلحمه ودمه، واعتقد كفر من يعتقد خلافه وأنه مباح الدم. يبقى مين هنا اللي كان بيكفر التاني؟
يعني دلوقتي مين اللي بيكفر التاني؟ خلي بالك احنا قرأنا كلام العز بن عبد السلام في أنه لا يكفر المجسمة اللي هو سماهم المجسمة، هو لا يكفرهم، وأنه يقول أن هذا أمر معفو عنه لأنه أمر صعب المدرك ويحتاج إلى دراسة مقدمات عقلية صعبة إلى آخره. فالإمام العز بن عبد السلام عقيدته واضحة في أنه لا يكفر الحنابلة ولا يكفر المخالفين له. الجماعة بقى المتعصبين من الحنابلة دول، خلي بالك دول مش علماء الحنابلة ولا أئمة الحنابلة، لأني هذكر لك كمان شوية ثناء علماء الحنابلة المعاصرين للعز بن عبد السلام على الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه، وثناؤه هو على علماء الحنابلة. المشكلة هنا ليست بين الإمام العز بن عبد السلام وبين علماء الحنابلة، لا، المشكلة هنا بين الإمام العز بن عبد السلام وبين المتعصبين من الحنابلة. المتعصبين من الحنابلة دول لم تكن صفحتهم بيضاء، مش بس مع الإمام العز بن عبد السلام، لا، دول فعلوا شنائع كثيرة جدا سنقف على طرف منها بعد قراءة هذه القصة. ومش قصدي إن أنا أشوه الحنابلة ولا أشنع على الحنابلة، الحنابلة منهم علماء كبار رحمة الله عليهم ومنهم أئمة كبار رحمة الله عليهم، ولكن كل طائفة فيها شريحة من المتعصبين تجري على أيديهم شنائع وفظائع لا يمكن نسبتها إلى المذهب، لا يمكن نسبة أفعال الأحباش إلى الأشاعرة، مع أن الأحباش دول لهم أقوال شنيعة جدا. الأحباش دول اللي هم المشمسين بس بتوع الأشاعرة، متعصبين جدا جدا وبيكفروا كل من خالفهم. لا يمكن نسبة أقوال الأحباش إلى الأشاعرة، كذلك لا يمكن نسبة أفعال هؤلاء المتعصبين إلى الحنابلة. قال: فاستمالوه إلى مذهبهم وقرروه عنده حتى امتزج بلحمه ودمه، واعتقد كفر من يعتقد خلافه وأنه مباح الدم. طب هم الحنابلة، علماء الحنابلة بيعتقدوا كده؟ قال: وكان في ابتداء سلطنته يميل إلى الشيخ عز الدين لما يبلغه عنه، يعني لما يبلغه عنه من الشمائل والصفات الجليلة، وقصد حضوره إليه، يعني الملك الأشرف أراد أنه يدعو الإمام العز بن عبد السلام ليحضر مجلسه. قال: والشيخ يأبى ذلك ويمنع منه ولا يجيب إليه. يبقى الإمام العز بن عبد السلام هو اللي قاعد في حاله ملوش دعوة، والراجل منشغل بتعليم العلم والدعوة إلى الله والخطابة والقضاء بين الناس، ومين بقى اللي بيسعى في أداة دلوقتي؟ مين اللي بيسعى في أداة تاني؟ قال: فألقى إلى السلطان من صحبه من الحنابلة أن الشيخ مخالف لرأيه مباين لمذهبه، وأنه يقدح في من يعتقده ويذمه ويسبه، فاتهمهم السلطان في ذلك، يعني ما صدقش، قال لهم لا أكيد الكلام ده غلط، وطلب منهم تحقيقه عنده، قال لهم اثبتوا لي بقى الكلام ده. قال: فاجتمعوا وكتبوا فتيا في مسألة الكلام وأرسلوها إلى الشيخ، يعني عملوا كمين للإمام العز بن عبد السلام. خلي بالك الكلام ده مش بس في الوقت ده، ده موجود لحد دلوقتي. قال: فاجتمعوا وكتبوا فتيا في مسألة الكلام وأرسلوها إلى الشيخ، وكان قد اتصل به خبر مكيدتهم، فلما أتته كتب عليها بما يعتقده من تعظيم الله تعالى وتنزيهه وتوحيده، وأنه حي مريد سميع بصير عليم قدير متكلم قديم أزلي ليس بحرف ولا صوت، يعني أن كلام الله عز وجل ليس حرفا وصوتا على اعتقاد الأشاعرة. قال: ولا يتصور في كلامه أن ينقلب مدادا في الألواح والأوراق، بل الكتابة من أفعال العباد، ولا يتصور في أفعالهم أن تكون قديمة، ويجب احترامها لدلالتها على ذاته كما يجب احترامها لدلالتها على صفاته، وأطال في الفتية وبسط الكلام واستدل. الكلام ده هو معتقد الأشاعرة في مسألة القرآن، أنهم يعتقدون أن القرآن كلام الله النفسي، ودي مسألة من المسائل الخلافية المشهورة بين من ذهب مذهب السلف وبين من ذهب مذهب الخلف أو مذهب المتكلمين، بين الحنابلة وأهل الحديث من ناحية، وبين الأشاعرة والماتريدية من ناحية، مسألة خلافية فيها نقاش طويل عريض. الصواب في هذه المسألة خلاف ما قاله الإمام العز بن عبد السلام في معتقدي أنا،
أن القرآن حرف وصوت، وأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، وأن كلام الله يسمع بالآذان، والأدلة كثيرة جدا جدا، ولكنها في الأخير مسألة علمية تناقش ونأخذ ونعطي، ولكن لا يكفر بعضنا بعضا. المهم الإمام العز بن عبد السلام بيّن معتقده في هذه المسألة. حصل إيه بقى؟ قال: ونفى عن الإمام أحمد رحمه الله وأكابر أصحابه خلاف ذلك، وأخرج الفتية من يده، وقد تحقق بما يقول أمرها إليه. يعني هو عارف وهو بيدفع لهم الورقة اللي فيها الفتية، يعلم إنهم هياخدوا الورقة ويجروا على السلطان يعطوها له ليشنعوا على الإمام العز بن عبد السلام عند السلطان. يبقى مين هنا الذي وشى بالآخر؟ ومين هنا الذي سعى للإيقاع بالآخر؟ ومن هنا الذي نصب الكمائن للآخر؟ مين اللي وشى بمين؟ سيبك من المسألة مين اللي حق ومين اللي باطل، دي مسألة علمية تناقش. احنا هنا بنتكلم عن حادثة أو وقعة معينة، حدث معين. الجماعة دول بيقولوا أنه كان يحرض سلطان زمانه لينكل بأهل السنة. القصة بقى الحقيقية إيه؟ مين هنا؟ انت هو بتسمع، مين هنا الذي وشى بالآخر؟ ومن الذي سعى للإيقاع بالآخر؟ ومن الذي سعى في إيذاء الآخر؟ قال: فعرضت على السلطان، ومن عرضها لا يشك في أن فيها سفك دم الشيخ. شوف الأذى يوصل لأنهي مرحلة. انت عارف ان الأمر ده مستمر لحد دلوقتي. انت عارف ان في بعض الدول الأوروبية، بعض الجماعات ديت، الجماعات المتعصبة دي اللي هم أبناء طيار فكري واحد في الآخر، ولكنهم مختلفون فيما بينهم، بيروحوا يبلغوا أجهزة المخابرات عن بعض. بيحصل في دول أوروبا وفي دول كتير في العالم، بيروحوا يبلغوا عن بعض. يعني واحد مدخلي والتاني داعشي، فيقوم المدخلي ده يروح يبلغ عن التاني، يقول لهم ده إرهابي وده هيعمل وهيسوي، ممكن يفتري عليه أمور هو ما بيعملهاش ولا بيقولها من أجل الخصومة الفكرية والخصومة المذهبية. فشوف هنا ده نفس سبحان الله، نفس العقلية واحدة لم تتغير. قال: ومن عرضها لا يشك أن فيها سفك دم الشيخ. فلما وقف عليها يعني السلطان استشاط غضبا وقال: صح عندي ما قالوا عنه، ده أنا كنت فاكره راجل كويس. قال: وتكلم في حقه بأشنع الكلام وكفره. يبقى مين بقى اللي كفر التاني؟ مين دلوقتي اللي بيكفر التاني؟ قال: وكان ذلك في شهر رمضان، وقد اجتمع على سماطه القضاة والعلماء، فما استطاع أحد منهم أن يرد عليه لما عنده من الحرج. العلماء والشيوخ والقضاة لما رأوا غضب السلطان الشديد جدا ما استطاعوا إن هم يتكلموا بشيء، خاف، كل واحد خاف على نفسه. فقال بعضهم: السلطان أولى بالعفو والصفح، لا سيما في مثل هذا الشهر. وموه آخرون بكلام يوهم صحة مذهب خصمه، خصم الإمام يعني اللي هو الملك، ثم انفصلوا من المجلس. فنهض في ذلك الشيخ جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب المالكي رحمة الله عليه، وهو عالم مذهبه في زمان الإمام ابن الحاجب الإمام المالكي المعروف. قال: واجتمع بالقضاة والأعيان الذين حضروا المجلس، ووبخهم ولامهم وشدد عليهم النكير، كونهم ما ذكروا الحق وكونهم سألوا العفو والصفح، وقال: هذا يوهم الذنب، ولم يزل إلى أن أخذ خطوطهم بموافقة الشيخ. فعند ذلك التمس الشيخ من السلطان أن يعقد مجلسا للشافعية والحنابلة، ويحضره المالكية والحنفية وغيرهم من علماء المسلمين. وقال: الذي يعتقد في السلطان أنه إذا ظهر له الحق يرجع إليه، وأنه يعاقب من موه الباطل عليه، وهو أولى الناس بموافقة والده السلطان الملك العادل تغمده الله برحمته، فإنه كان قد عزر جماعة من أعيان الحنابلة المبتدعة تعزيرا بليغا رادعا، وبدع بهم وأهانهم. يعني بيقول له: أنت لك أسوة في والدك، والدك كان له موقف شديد من هؤلاء الحنابلة. طبعا الكلام ده بقى أخذ، شوف هو ساب كل اللي فات ده وأخذ الكلمتين دول وقال لك هو كده بيشي بالحنابل. يعني هم الذين وشوا به، وهم الذين سعوا في أداء، مش بس كده، ده سعوا في سفك دمه رحمة الله عليه.
فلما رأى ذلك هو بيدافع عن نفسه، قال له أنت إزاي؟ إزاي عايز تعاقبني أنا وتترك هؤلاء الذين كانت سيرة والدك معهم كذا وكذا؟ يعني بيقول له أنت الآن مخالف لسيرة والدك. كان أنت عايز يقول إيه؟ لما ناس سعوا فيه كل هذا السعي في أذى، عاوز يقول له أيوة دول ناس صالحين واسمع كلامهم مقتلني؟ يعني هذا كلام عجيب. الله عز وجل يقول في كتابه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني شوف الآن من الذي سعى بالوشاية على من؟ فأجابه السلطان بخطه ما مثله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصل إلي ما التمسه الفقيه ابن عبد السلام أصلحه الله من عقد مجلس وجمع المفتين والفقهاء، وقد وقفنا على خطه وما أفتى به، وعلمنا من عقيدته ما أغنى عن الاجتماع به. يعني بيقول له خلاص احنا حتى مش عايزين نسمع منك اكتر من اللي انت كتبته. ده معناه ان السلطان هنا بقى عنده موقف شديد العداوة من العز بن عبد السلام. قال: ونحن فنتبع ما عليه الخلفاء الراشدين الذين قال صلى الله عليه وسلم في حقهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وعقائد الأئمة الأربعة فيها كفاية لكل مسلم يغلب هواه ويتبع الحق ويتخلص من البدع. اللهم إلا أن كنت تدعي الاجتهاد فعليك أن تثبت، ليكون الجواب على قدر الدعوة، لتكون صاحب مذهب خامس. يعني هم فهموا السلطان إن العز بن عبد السلام بيقول كلام ما سبقه إليه أحد أبدا من الأمة، وإن هو جاء بشيء ما قاله غيره. قال: وأما ما ذكرته عن الذي جرى في أيام والدي تغمده الله برضوانه، فذلك الحال أنا أعلم به منك. شوف الشدة والقسوة قد إيه في الرد. وما كان له سبب إلا فتح باب السلامة، لا لأمر ديني وجرم جره سفهاء قوم فحل بغير جانيه العذاب. ده بيت شعر مشهور. ومع هذا فقد ورد في الحديث: الفتنة نائمة لعن الله مثيرها، ومن تعرض إلى إثارتها قابلناه بما يخلصنا من الله وما يعضد كتاب الله وسنة رسوله. فلما وصلت هذه الرقعة إلى الشيخ قرأها وقال للرسول: اذهب فقد وصلت. يعني شوف هنا برغم هذه القسوة الشديدة في الرد، لما جت الرسالة خلاص الشيخ خدها وطبقها وخلاص انتهى الموضوع عند هنا. السلطان زعلان، خلاص زعلان زعلان، انا مش هسترضي، يزعل زي ما هو عايز، وانا مقيم على عقيدتي ومش عايز حتى ارد. فماذا حصل؟ فقال: تقدمت الاوامر المطاعة السلطانية باحضار جوابها. يعني مين بقى اللي عايز الموضوع يستمر وعايز اجابة على الكلام؟ السلطان هو اللي لسه عايز يسمع إجابة الشيخ على كلامه. فكتب الشيخ ما مثاله: بسم الله الرحمن الرحيم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أما بعد، حمدا لله الذي جلت قدرته وعلت كلمته وعمت رحمته وسبغت نعمته، فإن الله تعالى قال لأحب خلقه إليه وأكرمهم لديه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وقد أنزل الله تعالى كتبه وأرسل رسله بنصائح خلقه، فالسعيد من قبل نصائحه وحفظ وصاياه وكان فيما أوصى به خلقه أن قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والفتية التي وقعت في هذه القضية يوافق عليها علماء المسلمين من الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء من الحنابلة، وما يخالف في ذلك إلا رعاع لا يعبأ الله بهم، وهو الحق الذي لا يجوز دفعه والصواب الذي لا يمكن رفعه. ولو حضر العلماء مجلس السلطان لعلم صحة ما أقول، والسلطان أقدر الناس على تحقيق ذلك، وقد كتب الجماعة خطوطهم بمثل ما قلته. يعني الرسالة التي سعى فيها الإمام ابن الحاجب. وإنما سكت من سكت في أول الأمر لما رأوا من غضب السلطان، ولولا ما شاهدوه من غضب السلطان لما أفتوا أولا إلا بما رجعوا إليه آخرا. ومع ذلك فيكتب ما ذكرته في الفتية
وما ذكره الغير ويبعث إلى بلاد الإسلام ليكتب فيها ما يجب الرجوع إليه ويعتمد في الفتيا عليه، ونحن نحضر كتب العلماء المعتبرين ليقف عليها السلطان. ثم ذكر ما نسبه هؤلاء الحنابلة إلى الأشعري وإلى الأشعرة، مسائل يعني موجودة لو حابب تقراها علشان البس الموضوع ما يطولش قوي. قال: وكتب الشيخ هذا الجواب مسترسلا بحضرة رسول السلطان ودفعه إليه، فلما قرأه السلطان اشتد غضبه وأرسل أستاذ داره غرس الدين خليلا برسالة، وكان غرس الدين يحب الشيخ ويعتقده، فحضر إليه وجلس بين يديه وتلطف به واستأذنه في أداء الرسالة، فقال: أدها كما قيلت لك. فقال: يقول لك السلطان إن قد شرطنا عليك 3 شروط، أحدها ألا تفتي، والثاني ألا تجتمع بأحد يعني دروسك تتوقف، والثالث أن تلزم بيتك. سيبك من التعصب المذهبي يا أخي، الله عز وجل أنصف اليهود والنصارى، قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. الآن هذه الواقعة، سيبك من الخلاف المذهبي، الواقعة دي بتفاصيل أحداثها دي، مين الذي سعى في أذى من؟ ومن الذي وشى بمن؟ ومن الذي أراد إيذاء الآخر؟ مين اللي أوقع الأذى بالتاني؟ هل الإمام العز بن عبد السلام هو اللي آذى الحنابلة المتعصبين دول؟ كان هم قاعدين في حالهم وهو الذي حرض عليهم السلطان، مين اللي بيحرض التاني كده؟ ده وصل بيهم الأمر إن السلطان بقى بيخير الإمام العز بن عبد السلام إنه يتوقف عن الفتوى أو تتلغي المجالس بتاعته والدروس أو يقعد في بيته ما لا يقابل أحد ولا يتكلم في الدين. فانظر ماذا رد الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه، فقال له: إن هذه الشروط من نعم الله الجزيلة علي المستوجبة للشكر لله تعالى على الدوام، أما الفتية فإني والله كنت متبرما بها وأكرهها، وهذا حال كل العلماء، وأعتقد أن المفتي على شفير جهنم، ولولا أني كنت أراها متعينة علي لما أفتيت، والآن فقد سقط عني الوجوب وتخلصت ذمتي ولله الحمد والمنة، وأما ترك اجتماعي بالناس ولزومي لبيتي فهذا من سعادتي لتفرغي لعبادة الله تعالى، والسعيد من لزم بيته وبكى على خطيئته واشتغل بطاعة الله تعالى، وهذا تسليك من الحق وهدية من الله تعالى إلي أجراها على يد السلطان وهو غضبان وأنا بها فرحان. والله لو كان عندي خلعة تصلح لك على هذه الرسالة المتضمنة لهذه البشارة لخلعتها، يعني قال له لو عندي حاجة تصلح إن أديها لك هدية على إنك جبت لي الخبر الجميل ده كنت عملت كده. قال: لخلعتها عليك ونحن على الفتوح، خذ هذه السجادة صلي عليها. فقبلها الحاجب وقبلها وانصرف إلى السلطان وقص عليه ما قاله الشيخ، يعني اداله السجادة اللي هو بيصلي عليها. فقال لمن حضر: قولوا لي ما أفعل به، هذا رجل يرى العقوبة نعمة، اتركوه بيننا وبينه الله. وبقي على ذلك 3 أيام إلى أن ركب الشيخ العلامة جمال الدين الحصيري شيخ الحنفية حماره وتوجه إلى القلعة، وكان معظما عند السلطان وقد جمع العلم والعمل، فلما بلغ السلطان وصوله إلى القلعة أرسل خواصه يتلقونه وأمرهم أن يدخلوا به إلى داره على حماره، ففعل. ولما رآه السلطان وثب إليه وتلقاه وأنزله عن حماره وأجلسه على تكرمته واستبشر به، وكان ذلك عند غروب الشمس. فلما أذن المؤذن، الكلام ده كان في رمضان، وصلوا المغرب، قدم السلطان إليه شرابا وناوله إياه بيده، فقال: ما جئت إلى طعامك ولا إلى شرابك. خلي بالك شوف العلماء كانوا بيتعاملوا إزاي، يا الله والله إحنا حاسين إحنا أيتام. شوف العالم بيتعامل إزاي مع السلطان، بيقول له خد كل واشرب، قال: أنا مش جايلك عشان أكل واشرب، مش جايلك علشان أكل واشرب. شوف العلماء، العلماء اللي كانوا علماء بجد كانوا بيخافوا من ربنا وكان عندهم ثقة في الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: قال: ما جئت إلى طعامك ولا إلى شرابك. فقال يرسم الشيخ ونحن نمتثل أمره، فقال: أي شيء بينك وبين ابن عبد السلام؟ هذا رجل لو كان في الهند أو كان في أقصى الدنيا كان ينبغي للسلطان أن يسعى إلى حلوله في بلاده لتتم بركته عليه وعلى بلاده ويفتخر به على سائر الملوك،
قال عندي خطه باعتقاده في فتية، وخطه أيضا في رقعة جواب، رقعة سيرتها إلي، فيقف الشيخ عليهما ويكون الحكم بيني وبينه، ثم أحضر الورقتين فقرأهما الشيخ وقال هذا اعتقاد المسلمين وشعار الصالحين ونفس المؤمنين وكل ما فيهما صحيح وما خالف فيهما، وذهب إلى ما قاله الخصم من إثبات الحرف والصوت فهو حمار. طبعا الكلام ده غلط، لا نقر الشيخ عليه، لا نقر الشيخ الحصيري عليه ولا الشيخ العز بن عبد السلام. الحق فيها الظاهر أن الله عز وجل تكلم بحرف وصوت، هذا عليه أدلة الكتاب والسنة. من نفوا عن الله عز وجل الكلام بالحرف والصوت رأوا أن هذا فيه تنزيه لله عز وجل عن جريان الحوادث بذات الله عز وجل وعن مشابهة المخلوقين، فهم مخطئون في ذلك مع إحسان الظن بهم، وأنهم أرادوا تنزيه الله وأرادوا تعظيم الله عز وجل. فقال السلطان نحن نستغفر الله مما جرى ونستدرك الفارط في حقه، والله لأجعلنه أغنى العلماء. ده السلطان بقى الآن بيقول كده، قال وأرسل إليه واسترضاه وطلب محاللته ومخاللته، وتقدم السلطان إلى الفريقين بالإمساك عن الكلام في مسألة الكلام وألا يفتي أحد فيها بشيء سدا لباب الخصام، وتحقق الملك الأشرف صحة ما قاله الشيخ وصرح بخجله منه، وصار يترضاه ويعمل بفتاويه ويأمر أن يقرأ عليه تصانيفه الصغار مثل الملحة في اعتقاد أهل الحق ومقاصد الصلاة، وكرر قراءتها عليه في يوم 3 مرات. واستمر الحال على ذلك إلى أن مرض الملك الأشرف مرضة موته، وأرسل أكبر أصحابه إلى الشيخ وقال قل للشيخ محبك موسى العادل أبي بكر يسلم عليك ويسألك أن تعوده وتدعو له وتوصيه بما ينتفع به غدا عند الله تعالى. فأبلغه الرسول ذلك، فتوجه يعني الشيخ إلى السلطان فسر برؤيته وقال له اجعلني في حل وادعو لي وأوصني وانصحني. ففعل الشيخ ذلك وتحدث معه في أشياء منها إبطال المنكرات بدمشق فأمر بإبطالها، وتولى الشيخ إزالة بعضها بنفسه، وأطلق السلطان له 1000 دينار عينا فردها عليه وقال هذا اجتماعه لله تعالى لا أكدرها بشيء من الدنيا. ثم مات الملك الأشرف إثر ذلك. هذه هي القصة كاملة. أنت إنسان عندك عقل وإنسان تستطيع أن تميز بين الحق والباطل والخطأ والصواب، أنا لا أقول لك اقتنع بأن ما قاله الإمام العز بن عبد السلام في مسألة الحرف والصوت صحيح، ما قلت لكش كده ولا زينته لك، بل أقول لك أن هذا المعتقد ليس هو ما نعتقده، ولكن أقول لك هذه الأحداث وهذا سياقها. هل فعلا الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه كان يشي بخصومه؟ هل الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه هو الذي سعى في أذى الحنابلة؟ أم هم الذين سعوا في أذاه وهم الذين تربصوا له رحمة الله عليه وبركاته؟ الكلام ده يخليك تفهم عقلية هؤلاء المتعصبين. ارجع بقى شوف من أول الحلقة الجزء اللي قاله الأخ، أنه كان يحرض سلطان زمانه لينكل بأهل السنة. وانظر إلى الحقيقة كيف هي، وانظر إلى هذا التدليس الذي يصل إلى الكذب المتعمد عشان تعرف ماذا يفعل التعصب في أهله، التعصب الأعمى ماذا يفعل في أصحابه، يخليه يقلب الحقائق ويزور الأحداث حتى ينتصر إلى ما يتعصب له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت ممكن تختلف مع الإمام رحمه الله تعالى في الطريقة التي تعامل بها مع الأحداث، ممكن تقول لا كان ينبغي على الإمام أن يقابل الإساءة بالإحسان وأن يكون أرفق بهم من ذلك وإن هو لا يكتب هذه الكلمات إلى السلطان، ممكن ترى هذا الرأي، وممكن حد تاني يقول لا ما فعله الإمام هو الصواب وهؤلاء المتعصبون ينبغي أن يؤخذ على أيديهم وينبغي أن يرتدعوا عما يفعلونه من التحريش بين المسلمين، لأن حصل بسبب هذه الأحداث فتنة في بلاد الشام بين الشافعية وبين الحنابلة، كما أشار إلى ذلك الإمام الذهبي والإمام ابن كثير رحمة الله عليهما نقلا عن ابن واصل اللي هو صاحب التاريخ الصالحي أنه جرت فتنة بسبب هذه الأحداث في بلاد الشام بين الحنابلة وبين الشافعية،
وإن الإمام العز بن عبد السلام تعصب على الحنابلة نتيجة ما وصله من أداهم، ده سعوا في سفك دمه، وسعوا في أداه، وسعوا في إيقافه عن الفتوى أو التدريس في المسجد، والسلطان قال له خلاص تقعد في بيتك وما تخرجش من باب بيتك مرة تانية، يعني كأنه حدد إقامته أو اعتقله في بيته، فده كله أذى كبير جدا جدا. أنت ممكن تتفق معاه أو تختلف معاه في الطريقة التي تعامل بها مع هؤلاء المتعصبين، ولكن إنك تنسب إلى الإمام رحمة الله عليه أنه هو الذي وشى بهم وهو الذي سعى في أذاهم، فهذا محض افتراء على الإمام رحمة الله عليه، هذا محض تدليس وتزوير للأحداث. يعني هذا الشخص المشمس اللي هو قال هذا الكلام وافترى على الإمام هذا الافتراء، أنه كان يحرض سلطان زمانه لينكل بأهل السنة. هذا ما فعله هذا الإنسان اسمه إيه؟ ده كده اسمه اسمه افتراء على العز بن عبد السلام، اسمه تدليس على العز بن عبد السلام، اسمه تزوير للأحداث، ما اسموش حاجة تانية، ما اسموش حاجة تانية. فأرجو أن يكون الكلام يعني واضح وشافي وكافي. والحقيقة كنت يعني أريد أن أنا أكمل الكلام بأن أنا أذكر صور من تعصب الحنابلة على خصومهم علشان تبقى مستوعب ان ده ما كانش خاص بالعز بن عبد السلام، يعني دي مش حدث شاذ في التاريخ وقع بين الامام العز بن عبد السلام وبين هؤلاء المتعصبين من الحنابلة، لا، ده هؤلاء المتعصبون من الحنابلة فعلوا شنائع وفظائع في حق المخالفين لهم يندى لها الجبين. وايضا كنت اود ان انا اذكر ثناء أئمة علماء الحنابلة في زمان العز بن عبد السلام وبعد زمانه عليه، وكيف وصفوه بالإمامة وبأوصاف تدل على إجلالهم واحترامهم لهذا العالم الكبير والإمام الجليل رحمة الله عليه. وأيضا كنت أود أن أنا أذكر ثناء الإمام العز بن عبد السلام على أئمة علماء الحنابلة، ولكن كده الحلقة طالت جدا جدا، فممكن تبقى الكلام ده نخليه في جزء ملحق بهذه الحلقة، يعني ممكن الحلقة القادمة نجمع فيها نماذج بسيطة من هذا الكلام عشان ما تبقاش الموضوع طويل قوي. طبعا أنا مش قصدي أني أشنع على الحنابلة كما بينت ده أكتر من مرة في كلامي، أن أنا مش قصدي أن أنا أسوئ صورة الحنابلة أو أشنع على الحنابلة، قلت أن هذا التعصب موجود في كل الطوائف، في الأشاعرة، في الصوفية، في الماتريدية، في الحنابلة، في غيرهم، كل الطوائف ستجد فيهم شريحة من المتعصبين. مش قصدي ان انا اسوي او اشوه صورة الحنابلة. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وان يكون نافعا لكل من يستمع اليه. مش هنسى اذكر حضراتكم انكم تساعدونا على نشر هذا المحتوى، لاني الجماعة دول المشمسين عندهم إمكانات رهيبة في تسويق ما يروجونه من أباطيل وأكاذيب، إحنا ما عندنا عشر معشار الإمكانات التي عندهم، فلو سمحتم أنتم ساعدونا على نشر هذا المحتوى حتى يحصل نوع من التبصير للمسلمين بحقيقة الأمر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.